دعا وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة داعمة الإرهاب، وأضاف في حديث لصحيفة الجارديان أن الهدف من إيجاد آليات المراقبة هو ضمان عدم تمويل الدوحة أنشطة التطرف وإيواء الإرهابيين وتقديم الدعم للجماعات المتشددة، مشيرا إلى أن دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لم تعد تثق في قطر بسبب ممارساتها الإرهابية.